الأدب الروسي ثقافة أمة عريقة وصل إلى القارئ العربي عن طريق المترجمين عن اللغات الفرنسية والإنجليزية. عدد كبير من المترجمين والأدباء العرب من سوريا ولبنان ومصر انكبوا على ترجمة الأدب الروسي، لكن البدايات كانت بلغة وسيطة إلى أن أقلعت قاطرة الترجمة من اللغة الروسية مباشرة، وكانت فاتحة لقاء عظيم ثقافة العربية والثقافة الروسية. الدكتور ثائر زين الدين، المدير العام للهيئة العامة السورية للكتاب والحائز على جائزة الريشة الذهبية من موسكو، دخل محراب الترجمة عن الروسية مساهماً في إغناء المكتبة العربية بالأدب الروسي. الأدب الروسي أدب في منتهى الجمال. شخصياً علاقتي كانت بسيطة جداً به، قرأت الكثير منه طبعاً عندما كنت تلميذاً، كانت القصص الأولى للأطفال لمكسيم غوركي وعجبت بها. بعد ذلك بدأنا نقرأ أعمال يعني أكثر، لنقل يعني عمقاً أو أبعد غوراً في نفوس الناس، حتى كانت طبعاً بعد ذلك رحلتي إلى الاتحاد السوفيتي السابق موفداً للحصول على شهادة علمية عالية. هناك بدأت يعني أقرأ بلغتي هذا الشعب، لغة أحببتها، ثم أصبحت أستمع إلى أغانيهم المختلفة، الأغاني الشعبية، الأغاني الرسمية. أصبحنا يعني أنا وزملائي طبعا نرى مسارحهم، ندخل دور الأوبرا المختلفة، نرى معارض الفن التشكيلي. من هنا أصبحت العلاقة يعني أكثر عمقاً مع الأدب الروسي. حتى بالمصادفة أنا ذات يوم أستمع إلى أغنية عجبتني جداً، بالعربية يمكن أن تترجم هكذا: يعجبني أنك لست مريضاً بي. ثم طبعاً استمعت للأغنية كاملة بصوت إحدى أهم يعني مغنيات الاتحاد السوفيتي، اسمها ألا بوغاتشوفا، وهي كفيروز تماماً عندنا نحن العرب. عندما بحثت عن هذه الأغنية وجدت أنها لشاعرة كبيرة ومهمة في تاريخ الأدب الروسي السوفيتي، وهي مارينا سفيتايفا. طبعا ولمارينا قصة طويلة، وهي صاحبة حظ عاثر، للأسف انتهت حياتها بأن علقت نفسها على مشارف نهاية الحرب الوطنية العظمى كما يسميها الروس في إحدى القرى النائية، علقت نفسها في السقف وطبعا وانتحرت. إذن ترجمت هذه القصيدة، ثم بدأت أترجم لها يعني قصائد أخرى. وجدت أن هناك علاقة طريفة في التاريخ الأدبي بينها وبين شاعر آخر، هو شاعر الرمزية الروسية فاليري بريوسف. فمن خلال العلاقة بينهما ترجمت أيضا مجموعة قصائد لفاليري بريوسف. جمعت هذه المختارات في كتاب صغير نشرته في سوريا عام 94. كانت هذه إذن تجربتي الأولى في الترجمة مع الشعر. ثم انتقلت بعد ذلك مثلا إلى ترجمة القصة القصيرة، إلى ترجمة الرواية. والحقيقة كما قلت، هذا الأدب أدب يعني ما يميزه أنه إنساني طافح بالمحبة بالخير بالجمال، ولا سيما عند عمالقة هذا الأدب يعني فيما سبق طبعا بريوسف وسفيتايفا في القرن 19، ونحن نعرف كتاب تلك المرحلة من تولستوي إلى دستييفسكي إلى غوغول إلى أسماء كثيرة، تورغينيف، وهي قامات في الحقيقة أثرت يعني وغيرت، أستطيع أن أقول، وجه الأدب في أوروبا وفي المنطقة الشرقية. لست فقط أنا يعني ابن المنطقة الجنوبية من سوريا، ولكن كل أبناء سوريا. لكن إذا ما أخذنا فعلا المنطقة الجنوبية، تلاحظ يعني كم من الحضارات الرائعة التي يعني مرت عبر الزمن على هذه المنطقة منذ بدء الخليقة، مرورا بعشرات الحضارات المختلفة، كيف سميت في مرحلة ما قبل اليونان، اليونان، الرومان، وصولا إلى طبعا حضارات الأنباط،
الغساسنة ما قبل الفتح الإسلامي بقليل، مرورا إذن على هذه القبائل العربية أيضا التي تمازجت بكل أشكال التمازج مع أهالي المنطقة. وبالتالي أي واحد منا الآن في دمائه، أنا بوجهة نظر السوريين، يعني آلاف ومئات الحضارات تمازجت، الأعراق إن صح التعبير، يجب ألا نظن أننا يعني عرق صافي ينتمي إلى مكان ما أو جهة ما. هذا أولا. إذا أنت مع كل هذا الموروث عندما تنتقل إلى حضارة أخرى وتتعامل معها، ولا سيما طبعا كحضارة الحضارة الروسية بكل ما مثلته الحضارة الروسية في فترة ما، يعني الاتحاد السوفيتي، هذه الشعوب الكثيرة المتباينة المختلفة وتمازجها في ذلك اليوم في تلك الفترة طبعا في حضارة الاتحاد السوفيتي، إذا ستجد نفسك أمام حضارة أخرى. العلاقة هي علاقة، أنت تعلم كيف صنف الباحثون العلاقات ما بين الحضارات، الصدام وغير ذلك وحضارات أخرى، لكن هنا كان شيء جميل جدا، هو تأثير متبادل بين الحضارات من خلال أفراد هذه الحضارات. يعني أنا كعربي أنتمي إلى سوريا العريقة، وجدت أمامي حضارة أيضا هائلة وجميلة هناك، والشعب الروسي كما تفضلت والأوكراني أيضا كانوا ينظرون إلينا بمنتهى المحبة والاحترام، وهم بعكس كثير من شعوب أوروبا يعني الغربية لو سمحت لي، يعني يقدرون هذه المنطقة وينظرون إليها على أنها حاملة حضارة لفترة طويلة من الزمن. وفيما بعد أنا عندما ترجمت أنا وصديق لي كتاب ضخم اسمه الحضارات لمجموعة من المفكرين الروس، لمست ذلك، فقد قدروا حضارة المنطقة من سومر إلى أكاد، الآشوريين أيضا، منطقة سوريا، الفينيقيين، كل هذه الحضارات درسوها، هذا الكتاب درسها بشكل عميق طبعا، كيف منحنيها البياني، كيف على ثم كيف استقر وصولا إلى الحضارة الإسلامية. ننتبه من خلال هذا الكتاب على الأقل كيف يتعاملون مع الحضارات الأخرى، ويطرحون فكرة الوصول إلى التعاون المشترك عوضا عما سماه صموئيل هينتينغتون الصدام بين الحضارات، وكيف يمكن أن تنفي حضارة أخرى. المكتبة العربية حافلة اليوم بالترجمات عن اللغات الحية، لكننا نرجو كأمة لها تراث عريق أن تنتقل ثقافتنا وكتبنا إلى اللغات الأخرى، ولكن هذا الأمر مرتبط بقوة هذه الأمة ونفوذها بين الأمم. الشعب الروسي والمثقفون الروس والمستشرقون اشتغلوا بشكل حثيث على الثقافة العربية، ومنذ زمن بعيد بدأوا ينقلون أمهات الكتب أو أمات الكتب العربية إلى اللغة الروسية، طبعا بدءا من القرآن الكريم الذي اشتغلت عليه لجان ترجمة كبيرة. والحقيقة أنا لدي مثلا في مكتبتي نسخة جميلة جدا بالعربية والروسية، وصولا إلى أعمال كثيرة جدا كألف ليلة وليلة، طبعا أعمال ابن المقفع، كثير من الأعمال. وما لفتني في الحقيقة يعني كشاعر وكمحب للشعر، ترجمة الكتاب الروس للأعمال الشعرية العربية الكلاسيكية. يعني هم نقلوا مثلا، تصور، نقلوا كثير من شعر المتنبي، من شعر أبي نواس، من شعر بشار، نشروا مختارات من الأدب العباسي، من الأدب الأموي. والطريف في الأمر مثلا، هذه مسألة لا أنساها عندما يعني كان لقائي الأول مع أستاذة الأدب الروسي التي علمتني لغة روسية أو تابعت تعليمي، لأنني بدأت في سوريا تعلم الروسية، ربما أرادت أن تختبرني، قالت لي هل تستطيع أن تعرف لمن هذه الأبيات، وقرأت باللغة الروسية ثلاثة أبيات. لحظتها أنا كي أكون صادقا لم أكن أعلم لمن هذه الأبيات، لكنني أحسست من جو القصيدة بصورة عامة أنها مثلا لأبي نواس، لأن القصيدة تتحدث عن الخمرة، ويعني استذكرت ما يشبه ذلك. فعندما قلت لها هذه الأبيات لأبي نواس وهو شاعر عباسي، طارت من الفرح ورأت يعني أن هذا الطالب يمكن أن يكون جيدا في اللغة الروسية. إذن قصدت إلى القول أنهم نقلوا الكثير من شعرنا، من أدبنا،
من الكتابات الفلسفية العربية المبكرة نقلوها إلى اللغة الروسية. أدب الجاهل اشتغلوا عليه طبعا، مثلا شخصية كامرئ القيس معروفة عندهم، طرف ابن العبد. إذن يعني كبار هؤلاء المستشرقين اشتغلوا بصراحة على الثقافة العربية بشكل جميل ومهم وبشكل مدروس ومبرمج. يعني وهذه مسألة، وأرجو ألا يغضب مني أحد، تختلف عن تعاملنا نحن مع الترجمة. يعني نحن إلى الآن كل أعمالنا المترجمة هي مشاريع شخصية فردية. أنا يعجبني هذا الكتاب في لغة ما، فأنقله إلى العربية، آتي أقدمه إلى الهيئة السورية مثلا الكتاب، إلى الهيئة المصرية، إلى دار نشر خاصة. بينما هناك خطة شاملة اشتغلوا عليها. الآن الأمور عادت إلى نصاب. يعني مرت فترة انهيار الاتحاد السوفيتي من 1991 تقريبا إلى يعني 2004-2005-2006. هاي المرحلة كانت مرحلة انهيار على الأصعدة جميعها، لكن الآن نلاحظ عودة قوية جدا للعمل، يعني من منطلق المؤسسة وليس الأفراد، المشاريع الرسمية وليست المشاريع الفردية الخاصة التي قد تبدو ضعيفة جدا إذا ما قورنت بمشاريع الدول. أولا، وكنا الآن في كواليس لقائنا هذا قد تحدثنا قليلا وضربنا مثالا، أن المتنبي لو كان ابن الحضارة الإنجليزية على سبيل المثال لوصل إلى العالم كله أكثر مما وصل الآن. هو بالتأكيد ترجم إلى لغات كثيرة، لكن مثلا لحصل على شهرة شكسبير على سبيل المثال. إذن الأمم التي تفرض نفسها حضاريا واقتصاديا وسياسيا وعسكريا للأسف هي التي أحيانا تترجم يعني نتاجها الفكري والأدبي والمعرفي، أو تدفع الأمم الأخرى للأخذ به وترجمته. نحن الآن لسنا في هذا الموقع وعلينا أن نعترف بذلك، لكن أيضا علينا أن نطمح لأن ننقل تراثنا وأدبنا حتى من موقع الضعيف حاليا، وبالمستقبل إن شاء الله ينبغي أن تتغير هذه الصورة كما فعلت دول أمريكا اللاتينية. يعني أنت تلاحظ أضعف الدول في أمريكا اللاتينية أحيانا خلقت أدبا عظيما وأجبرت أمم أخرى على نقله إلى ثقافتها. من هذا المنطلق في الحقيقة لدينا شيء جميل، لدينا أدب عربي سوري مهم جدا. أنا كنت أفرح كثيرا، وهي أقولها، عندما أرى على بعض بسطات الكتب في كثير من المدن الروسية رواية للشراع والعاصفة لحنا مينا، كنت أطير فرح بصراحة. عندما أرى محمود درويش، شعراء المقاومة مترجمون إلى اللغة الروسية، ليس فقط الأدب الكلاسيكي. طبعا هذا يتطلب منا عمل حثيث، عمل أيضا رسمي ليس فقط فردي. يعني أنا لا يكفي أن يكون لدي أصدقاء في روسيا شعراء أطلب منهم أن ينقلوا بعض النتاج، لكن ينبغي أن يكون هناك تعاون. وأنا أعلم الآن أن وزارة الثقافة السورية لديها مثل هذا التوجه في التعاون مع وزارة الثقافة الروسية. اتحادات الكتاب في منطقتنا، اتحاد الكتاب العرب، الروابط الكتاب المختلفة في على ساحة الوطن العربي، ينبغي أن تخلق علاقات محترمة مهمة مع دول أخرى، ولا سيما الآن مع روسيا وكثير من دول فضاء الاتحاد السوفيتي السابق. عند ذلك هذا التعاون يصبح هناك معاهدات واتفاقيات لنقل معارفنا من لغة إلى أخرى. حقيقة الأدب الروسي كما قلت يعني أدب غزير جدا، وأدب عميق، وأدب إنساني، ولسيما في القرن التاسع عشر بداية القرن العشرين. ونحن كعرب نقلنا الكثير من الأعمال الهامة، الأعمال الجميلة في اللغة الروسية. وبالمناسبة في البدايات كانت تجربة واحدة للنقل عن اللغة الروسية في أواخر القرن التاسع عشر، لكن بدأت تجارب النقل الأخرى عن الألمانية،
عن الفرنسية عن الإنجليزية، حتى نشأ جيل جديد من المترجمين الذين سافروا إلى روسيا إلى الاتحاد السوفيتي فيما بعد، تتلمذوا هناك، تعلموا اللغة الروسية كما ينبغي، ثم بدأت الترجمة عن اللغة الأم. يعني نحن مثلا جيلنا والجيل الذي سبقنا قرأ أعمال دستويفسكي كاملة بترجمة الدكتور سامي الدروبي، والرجل ترجم عن الفرنسية الأعمال الخالدة التي عرفناها، الإخوة كرامازف، الجريمة والعقاب، مذلون مهانون، المقامر، الأبله، الأعمال التي في الحقيقة تتلمذنا عليها. أيضا ترجمنا تولستوي أيضا في البداية عن الفرنسية، بدأ حياة الأستاذ سامي الدروبي، ثم تابع الأستاذ صياح جهيم، وصلت الأعمال عن الهيئة السورية العامة للكتاب، يومها كانت مديرية التأليف والترجمة في وزارة الثقافة. أعمال كثيرة، أعمال ميخائيل بولغاكوف، وأنا كان لي شرف أن أترجم كثير من هذه الأعمال، منها مثلا بيوض القدر التي نقلتها عن اللغة الروسية بالاشتراك مع أحد الأصدقاء المترجمين، منها نشيد الشيطان، منها مورفين، هذه أعمال أنا ترجمتها لكن عن الروسية مباشرة. عمل مثلا اسمه الليالي البيضاء كان قد ترجمه بشكل رائع الأستاذ سامي الدروبي، لكن عندما قرأته باللغة الروسية لاحظت أن هناك بعض الاختلاف، طبعا بسبب اللغة الوسيطة، ليس طبعا بسبب مهارة الأستاذ الدكتور سامي الدروبي، فنقلت هذا العمل إلى العربية. والحقيقة يعني كان هناك جانب شخصي، لأنني عشت هذه الليالي البيضاء في لينينغراد يوم ذاك، بطرسبورغ طبعا عاد لها اسمها السابق. إذن نحن نقلنا الكثير من أمات الكتب. تشيخوف أيضا نقلت أعماله الكاملة في القصة في المسرح، شولخف نقلت أعماله، ولا سيما العمل الذي فاز بجائزة نوبل في زمننا، باسترناك نقلت روايته المعروفة دكتور جيفاغو، وأنا أيضا أعتز بأنني نقلته شعرا، أصدرت مجموعة جميلة من شعره، القارئ العربي يعرفه روائيا، وقد فاز بنوبل عام 57، لكن أنا نقلته إلى العربية شعرا في مجموعة لطيفة معقولة اسمها تدخلين كالمستقبل. هناك الكثير من الأسماء في الحقيقة يعني التي نقلت إلى العربية في مجال الأدب الروسي، وربما حظي هذا الأدب باهتمامنا في سوريا وفي مصر أيضا وفي بعض بقاع الوطن العربي القليلة أكثر بكثير مما حظيت أداب أخرى، الأداب الشرقية على سبيل المثال. الآن الأدب الصيني ينبغي أن نتوجه مثلا باتجاه الشرق في ترجماتنا، الأدب الكوري والفيتنامي طبعا، هناك تجارب بسيطة جدا، يعني الأستاذ عبد المعين ملوحي أنا أذكر نقل شيئا من الأدب الشرقي لكنه قليل، وينبغي أن يتم توجه مؤسساتي باتجاه هذه الأداب. يمكن أن أقول أننا يعني مع حركة الترجمة الجيدة أستطيع أن أقول من اللغة الروسية إلى العربية، يعني هذه الحركة لم تترافق عمليا يعني بتوجه في أكاديمياتنا وجامعاتنا بالاتجاه نفسه. نعم تجد مثلا أطروحات ماجستير أو دكتوراه على سبيل المثال تتحدث عن السرد عن في الرواية في القصة، هنا يحضر الأدب الروسي بشكل عميق، قد يحضر كما قلت الأسماء التي ذكرتها، تولستوي، دستويفسكي، تشيخوف، أسماء كثيرة، غوركي، لكن يحضر كجزء من المادة الدرسية. إنما أن مثلا تمنح على سبيل المثال درجة الدكتوراه على سبيل المثال في 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 شخصية من هذه الشخصيات أو في الأدب الروسي بالتحديد، أنا في الحقيقة لا أعلم، ليس لدي علم بذلك، ولا أعتقد أن هناك يعني مثل هذا الأمر الذي ينبغي أن يكون. الدكتور ثائر زين الدين له العديد من المؤلفات الأدبية، وهو شاعر أصدر مجموعات عدة نشرت في سوريا، ومنها ما تتم ترجمته إلى اللغة الروسية.
يعني نحن بدأنا في الحديث عن الترجمة، ويعني كما يقول مثل إيطالي أيها المترجم أيها الخائن، لكننا يعني أنا شخصيا وكثير من أصدقائي كنا مضطرين لأن نخون فقط في هذا المجال طبعا، بغية أن ننقل يعني روائع الأدب العالمي إلى العربية. لكن أنا قبل كل هذا ومنذ المرحلة الإعدادية بدأت أشاعر. مجموعة الأولى صدرت عام 88، كنت يعني قد أنهيت كلية الهندسة بعام واحد. صدرت مجموعة اسمها ورد في دمشق، ثم تلتها لما يجئ بعد المساء عن وزارة الثقافة، فأناشيد السفر المنسي، فسيدة الفراشات، ففي هزيم الريح، وصولا إلى مجموعة الأخيرة ورميت نرجسة عليك التي صدرت منذ فترة قريبة. والحقيقة أنا يعني الأحب إلى نفسي هو الشعر وهو القصيدة. تجربة الترجمة كانت عبارة عن جداول جميلة صبت في هذه البحيرة بصورة عامة، ولذلك كثير من الذين كتبوا أحيانا عن قصائدي كانوا يرون يعني هذا التأثير الإنساني، مثلا الأدب الروسي في قصائدي في شعري، هذه المعارف كيف تجلت بصورة أو بأخرى، هذا التبادل الثقافي. لكن البداية كما قلت كانت مع القصيدة منذ سنوات مبكرة، وحسبت طبعا على شعرائي الثمانينيات كون المجموعة الأولى صدرت كما قلت سنة 1988 وتلتها أعمال أخرى. الجانب الآخر أيضا وهو ربما يعني إلى حد ما مجهول قليلا هو جانب النقد الأدبي. حتى الآن صدرت لي مجموعة من الكتب، آخرها ما صدر عن الهيئة السورية حول تأثير الفن التشكيلي على الرواية، وقد كان الكتاب بعنوان تحولات شجرة الزيزفون الضائعة عن الرواية والفن التشكيلي. هذا العمل يعني يعتبر كما كتب الكثيرون هو الأول من نوعه في يعني في النقد السردي العربي، عندما تبحث تأثير فن كالفن التشكيلي لا تربطه علاقة رحم مع الرواية، كيف أثر في الرواية، كيف انبنت مثلا أحيانا روايات كثيرة على الفن التشكيلي. تبدأ مثلا، لا أقول تبدأ لأن البدايات كانت عميقة جدا، لكن مثلا في عمل أوسكار وايلد صورة دوريان جراي تصور أن البطل هو لوحة. في عمل مثلا هاني الراهب حتى لا نبتعد كثيرا خضراء كالبحار، البطل في رأس نصار فنان تشكيلي، لكن تحضر اللوحة، يحضر التمثال الذي يعني يصنعه هذا الفنان في العمل بطريقة بنائية جميلة. في عمل مهم جدا لماريو برغاس يوسا الكاتب من أمريكا اللاتينية الشهير جدا، له عمل امتداح الخالة ترجم في سوريا، وله دفاتر دون ريغوبيرتو، داستايفسكي الذي تحدثنا عنه قبل قليل. كثير من الأعمال يستلهم فيها اللوحة، يستلهم فيها النصب بصورة مذهلة، وحتى الأدب الأندلسي لو عدنا إليه، وكما تفضلت المتنبي في كثير من قصائده عندما دخل على سيف الدولة بعد انتصاره في الحدث الحمراء، وكانت الخيمة كلها عبارة عن رسومات ولوحات، وكتب قصيدته أيضا وكان فيها آثار من الفن التشكيلي. إذن أنت الآن ذكرتني بكتابي الأول ضمن هذا المشروع الذي أشتغل عليه، صدر منذ حوالي 6 أو 7 سنوات، اسمه ضوء المصباح الوحشي في العلاقة بين الشعر والفن التشكيلي. هناك أنا اشتغلت على تأثير اللوحة والنصب والتمثال والروليف وما شبه ذلك في القصيدة، وكان عملا مبكرا ضمن هذا المشروع. منذ فترة يعني طويلة نسبيا أستطيع أن أقول بالنسبة لعمري طبعا، بدأ بعض المترجمين الروس الفرنسيين في تركيا أيضا ترجمة أعمالي أو بعضها إلى لغات مختلفة. مثلا ترجمت لي قصائد كثيرة كاتبة روسية اسمها يلينا سيرجيفنا فاليد، ترجمت بعض القصائد. أصدقاء عرب متميزون ترجموا لي شعر كالدكتور إبراهيم إسطنبولي، دكتور فريد الشحف، كثير من قصائدي. الآن تعمل على مجموعتي التي تدعى أناشيد السفر المنسي والصادر عن وزارة الثقافة كاتبة روسية كبيرة اسمها سفيتلانا سافيتسكايا، تقوم بترجمتها ووضع الرسوم لها، وستصدر قريبا في موسكو باللغة التركية عام 2008.
يوم مثلت بلادي في مهرجان شعري كبير، أيضا أخذوا بعض القصائد ونقلت ونشرت في مجلات في ذلك الوقت. إذن أيضا هذا أيضا تعاون في مجال ترجمة شعري الخاص إلى لغات أخرى. أولا يعني كما يعلم المبدعون جميعا والنقاد، يفعل المبدع ذلك وكأنه يحارب شبح الزوال بالإبداعي بالكتابة، على حد تعبير محمود درويش، هزمتك يا موت الفنون جميعها. لكن من جانب آخر نحن الآن كسوريين كمجموعة مستهدفة في أرضها وفي لغتها وفي هويتها وفي حضورها وفي كل شيء، حتى في قوتها اليومي. الثقافة أيضا هي شكل من أشكال إثبات الذات، إثبات الحضور على الساحة الثقافية العالمية الحضارية. يعني من ينظر إلى التراث السوري، إلى تراث المنطقة، إلى المسارح كما كنا نتحدث قبل قليل من جبلة إلى السويداء، هذه المسارح القديمة التي بنيت في المرحلة اليونانية أو الرومانية بأيدي الفنانين السوريين، من ينظر إلى الرقم الجميلة التي وجدت، إلى لوحات الفسيفساء الخالدة التي لا تجد مثيلا لها، التي اكتشفت في جبل العرب وفي حوران، يعلم أن هذا الشعب هو شعب حضاري انطلق من أعماق التراث وقدم أشياء مهمة وجميلة. الآن إذا نحن في الهيئة العامة السورية للكتاب، يعني نرى أن كل هذا التراث هو تراثنا، وعلينا أن نحافظ عليه، وعلينا أن نبني عليه، وأن نضيف إليه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا.